أهلا بكم إلى العرب اليوم، ونبدأه بالعناوين. بالنسبة لنا احنا في بلادنا هي الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والانهيار والخراب كما ترون في دول كثيرة موجودة جنب مننا، فالأمر مختلف. لو أنا طلبت بعد سلسلة إدارات حكومية ودولية، السيسي يدافع عن تنفيذ أحكام الأعدام ويقول إنها جزء من ثقافة المنطقة. معتبر من المواطنين خاصة يوم الجمعة الفارطة في مسيرات العديد. رئيس الحكومة الجزائرية يؤكد عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها في نيسان أبريل المقبل. الرئيس العراقي يؤكد عدم تسليم مقاتلي تنظيم الدولة الفرنسيين لباريس ويتعهد بمحاكمتهم في بلاده. وزير الداخلية البريطاني يعلن تقديم مشروع قرار يدرج الجناح السياسي لحزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب. أهلا بكم من جديد إلى العرب اليوم، ونبدأه بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي رد على مطالبات أوروبية لمصر بوقف الأعدامات بأن أخذ الحق هو جزء من الثقافة السائدة بين سكان المنطقة، مطالبا الأوروبيين باحترام أخلاقيات وإنسانية المصريين. هذا وقد توالت ردود الفعل المنددة بموجات الإعدام في مصر، كان أبرزها مكتب مجلس حقوق الإنسان الذي وصف هذه الإعدامات بالتعسفية. أنا طلبت الدول الأوروبية أنها تراجع نفسها وتقول أن هي يعني ترجع عقوبة الإعدام عندها، هيعتبر من جانبنا عدم تفاهم للواقع والتطور اللي الأوروبيين شايفين أنه مناسب ليهم وهو كذلك مناسب ليهم، لكن محدش، وإلا يبقى احنا بنتكلم على ان انتم عايزين تعلمونا، وده مش مطلوب ان احنا نبقى، وانا بتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الثقة، انتم مش هتعلمونا انسانيتنا، نحن لدينا انسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا اخلاقياتنا. اذا كان هذا رد الرئيس المصري في مؤتمر صحفي ردا على سؤال احد الصحفيين الاوروبيين حول احكام الاعدام الاخيره. قال السيسي بان احكام الاعدام هي ضمن الثقافه العربيه، ضمن ثقافه المنطقه، ورد على هذه المطالب بان طبيعه المنطقه يمكن او ربما لا يفهمها الكثير من الاوروبيين. للمزيد ينضم إلينا شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. مرحبا بك معنا أستاذ شريف. عندما يقول السيسي في قمة شرم الشيخ مدافع عن قرارات الأعدام بأنها من صميم ثقافة المنطقة ولا يمكن فرض الثقافة الأوروبية عليها، ويقابل ذلك بصمت أوروبي، حينها ما فائدة بيانات التنديد الصادرة عن هذه الدول الأوروبية، وهل سيثني ذلك النظام المصري على تنفيذ إعدامات أخرى؟ أنا أظن أن هذه المبررات لن تكون مقنعة بالتأكيد للعديد من الدول سواء دول أوروبية أو غير أوروبية، وسبق الرئيس السيسي مستخدمها في مقابلته مع الرئيس ماكرون منذ حوالي شهر. ففي الحقيقة يعني هذه التصريحات موضوع استخدام منطق الخصوصية في الدفاع عن أحكام الإعدام اللي بتتم بشكل متتالي ومتزايد، في الحقيقة بيتنافى مع فكرة الكونية، يعني كونية حقوق الإنسان نفسها. فكرة حقوق الإنسان هي فكرة كونية وفكرة لا تقبل التجزئة. طالما أنت صدقت على كثير من هذه المواثيق، لا أظن أنه يعني يحق لك أن تستخدم مبدأ أو فكرة الخصوصية أو لنا إنساننا ولكم إنسانكم.
بالتأكيد أنا في تقديري إنه هذا الملف وكثير من الملفات الخاصة بحقوق الإنسان سوف يكون مستخدما في الميديا العالمية في محافل حقوق الإنسان زي مجلس حقوق الإنسان، ومصر عندها مراجعة دورية في نوفمبر القادم فيما يخص هذا الملف بالتأكيد سوف يستخدم. مفوضية حقوق الإنسان تحدثت عن هذه الإعدامات اليوم في بيان من المفوضية. لو نعود إلى الموقف الأوروبي أستاذ شريف، هل باتت المصالح الاقتصادية والمخاوف الأمنية سواء من الهجرة غير الشرعية أو من الإرهاب أهم وأبقى عند الأوروبيين من أي اعتبارات إنسانية أو حقوقية، وكأنهم يقولون بأن حقوق الإنسان والحريات ربما هي طرف ورفاهية لا حاجة للشعوب العربية بها؟ في الحقيقة هم حتى لو كانوا مع حقوق الإنسان، أنا في تقديري طبعا العلاقات الاقتصادية وحسابات المصالح لدى كثير من الدول الأوروبية سوف تكون هي لها الأولوية على الأقل في الوقت الحالي، وإحنا شايفين العلاقات الأوروبية والعلاقة الأمريكية بالحكومة المصرية بيتم التغاضي عن كثير من هذه الملفات وهذه الانتهاكات، لكن في تقديري أنا ده هيبقى مؤقت لأنه عندك رأي عام في هذه الدول وعندك منظمات غير حكومية وآليات دولية بتراجع وتتحدث دايما عن الانتهاكات الحقوقية، فبالتالي يعني لا أظن أنه على المدى الطويل الحكومات الغربية وأوروبا بالتحديد عندها مصداقية في النوع ده في التعامل بهذا الشكل مع هذه الملفات الحقوقية في مصر، لأنه ده بالتأكيد يعني حتى لو كلمنا عن موضوع اللاجئين والهجرة بالتأكيد على المدى البعيد انتهاك حقوق الإنسان في مصر أكيد بيأثر سلبيا حتى على هذا الملف، يعني كثير من المصريين يبحثون عن السفر بشكل غير شرعي لدول أوروبا، حتى كثير من أبناء الطبقة الوسطى برضو بيبحثوا لهم عن ملجأ في الدول الأوروبية، فعلى المدى الطويل أنا في تقديري أنه حتى فكرة تغليب المصالح الاقتصادية على احترام حقوق الإنسان لن يكون مفيدا لأوروبا. طيب إذا كانت هذه المصالح الاقتصادية بين البلدان تتحكم في الموقف الأوروبي أو الأمريكي أو غيره، طيب ماذا عن المنظمات الأممية؟ ماذا عن الأمم المتحدة؟ مفوضية حقوق الإنسان مثلا اليوم يعني شككت في توفر محاكمة نزيهة للمحكومين بالإعدام وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ولكن هي اكتفت فقط بالتنديد، ماذا يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك برأيك؟ شوف انا هقول لحضرتك حاجه، يعني اولا يعني حتى في مؤسسات داخل اوروبا مؤسسات غير رسميه زي البرلمان الاوروبي مثلا زي مجلس حقوق الانسان، حتى لو هذه التنديدات او الرفض لعقوبه الاعدام بهذا الشكل كما نراه في مصر غير مجدي حاليا، لكن انا في تقديري سوف يثمر ضغوطا بالتاكيد في هذا الملف، وشفنا كتير في بعض الملفات الحقوقيه سواء في عصر مبارك ما قبل الثوره او حتى في الفتره الاخيره، يعني عندما يضع قادة الدول الكبرى فكرة حقوق الإنسان في بعض القضايا من هذا النوع بيتم الضغط بموجبها على النظام السياسي في مصر وبياخد قرارات أحيانا يعني تتوائم أو تقول إن هي فيها بتمثل تراجعات عن بعض الانتهاكات طبعا مش كلها. في تقديري ما ينفعش أنت تتجاهل هذا الرأي العام الدولي والمنظمات الأممية ومنظمات لها مصداقيتها في العالم زي العفو الدولية أو الهيومن رايتس أو حتى مقررين الخاصين الصين بحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان، وشفنا الأسبوعين الأخيرين كثير من التصريحات المنددة بهذه العقوبة خاصة كمان استخدامها في الجرائم ذات طبع سياسي، يعني بالفعل ولكن هي اختصرت على تصريحات نعم اختصرت على تصريحات وإدانات. دعني أعود معك أستاذ شريف إلى موقف نادي القضاة المصري، هو أيضا ندد بدوره بموقف أو بتصريحات المفوضية وقال إن ما ورد فيها تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل كما وصفه، هل هو بالفعل كذلك؟ هل القضاء المصري مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات أو ضغوطات سياسية؟ لا شوف، هو نظام العدالة في مصر خلال الخمس سنوات مليء بعشرات الملاحظات على فكرة المحاكمة العادلة، في كثير من القوانين صدرت بتخل أحيانا بهذه الضمانات، حتى عمليا يعني كثير من هذه المحاكمات يتم في هيئات تابعة للسلطة التنفيذية زي تبع وزارة الداخلية بالتحديد مع أمناء الشرطة وغيره، وكمان كثير من الحالات شفنا أنه في ناس بيحكم عليها بهذه العقوبة وبعد كده قبل تنفيذها بيظهر أنه
ان هي كانت بريئه. ده حصل في تاريخ القضاء المصري في كتير من الحالات، ومنها الفنانه حبيبه على سبيل المثال، حتى يعني جريمه ذات طابع جنائي ما كانتش ذات طابع سياسي. فانا في تقديري احنا محتاجين يعني محتاجين من الحكومه المصريه ان يعني يبقى في مستشار في هذا الملف، اصبح هذا مهما بشكل عاجل، ووضعه اولويه. يعني اولا حتى مكافحه الارهاب ليست مبررا لانه يبقى في هذه الاحكام المتواليه والكبيره فيما يتعلق بعقوبه الاعدام. نعم. شكرا جزيلا لك شريف هلالي، المدير او مدير المؤسسه العربيه لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان. اختتمت في مدينة شرم الشيخ المصرية القمة الأوروبية العربية الأولى بمشاركة أكثر من 40 زعيما ومسؤولا من بلدان أعضاء في الجامعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي. في الجامعة العربية طبعا. نجلاء، واستعرض المشاركون النزاعات الإقليمية والتحديات المشتركة التي تواجه الكتلتين، وجرى الاتفاق على عقد القمة الأوروبية العربية الثانية في بروكسل عام 2022. عشرات من الزعماء والمسؤولين ورؤساء الحكومات يمثلون نحو 50 بلدا يختتمون في شرم الشيخ المصرية قمة عربية أوروبية كانت الأولى من نوعها، فيما الكتلتان تواجهان تحديات لا سابق لها. أوروبا تخشى تدفق المزيد من المهاجرين القادمين من الجنوب، كما يقلقها الفراغ الذي سيتركه انسحاب أمريكي من المنطقة، وهو ما يدفع القارة العجوز إلى شراكة مع العالم العربي تحيل أوضاع حقوق الإنسان إلى هامش القمة لا متنها. كنت واضحة فيما يتعلق بالازدهار الاقتصادي، لكنني مقتنعة أن هذا من الممكن أن ينجح فقط في حال كان هناك مجتمعات مدنية قوية. إذا تم الالتزام بحقوق الإنسان، وإذا أخذت هذه المجتمعات المدنية القوية في اعتبارها شباب هذه البلدان. أسبوع تقريبا فصل بين عقد القمة في مصر وتنفيذ القاهرة حكم إعدام بحق 9 شبان معارضين رغم مناشدات وانتقادات منظمات حقوقية حول العالم. الأوروبيون لم يأتوا على ذكر الحادثة بصراحة، بينما دافع السيسي عن سجل حقوق الإنسان المصري معتبرا الإعدام جزءا من ثقافة المنطقة. وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الثقة، أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا، نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم إنسانيتكم ولديكم أخلاقياتكم ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم. وفيما حضر الحديث عن سوريا وسط غياب السوريين، أتى البيان الختامي كذلك على اليمن وليبيا والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي دون أن يقدم جديدا أو خطوات عملية تسهم في حل أي من هذه الصراعات. هذا فيما لم تجد بعض الدول العربية بنودا رغبت في إضافتها إلى إعلان القمة الختامي بلا طائل. إذن وقبل أن نتابع هذا الموضوع بالنقاش، لابد أن ننوه إلى ما أورده التلفزيون السوري الرسمي بأن الرئيس للنظام السوري بشار الأسد هو الآن موجود في إيران في زيارة عمل حسب ما أورد التلفزيون السوري. مزيد من التفاصيل ربما نتابعها جمال ومشاهدينا في العرب اليوم. أما الآن نتابع من عمان مع ضيفنا من هناك الدكتور محمد المصالحة، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية. هذه القمة الأوروبية العربية الأولى التي تنعقد في شرم الشيخ في مصر، سيد المصالحة، يعني ما قيمة هذه القمة فعليا، خصوصا وأن ما جاء في البيان الختامي بدأ أنه فقط يعني يصل إلى الحد الأدنى من النقاط المشتركة أو الاتفاق الصوري، بينما وضعت النقاط الأساسية أو الخلافية جانبا. مساء الخير لك وللإخوة مشاهدي محطتكم الكريمة. بلا شك أنه مؤتمر القمة العربي الأوروبي هو ليس الأول كما تقولون. الحقيقة أنه منطلقات الحوار العربي الأوروبي انطلقت منذ عام 73-74 بعد الحرب العربية الإسرائيلية آنذاك، ولكن هذه المرة الأولى التي تعقد قمة ويبدو أنها ستكون سنوية. صحيح دكتور؟ يعني كما قال أبو الغيط ستكون دولية بشكل سنوي. كانت القمم العربية الأوروبية
يعني كما قلت لك، يعني هو ربما تكون بعد الربيع العربي لم تعقد، لأنه منذ 74 كان هنالك في الجامعة العربية التي عملت فيها لمدة 7 سنوات كان ما يسمى بالحوارات العربية الدولية مع آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، وبالتالي يعني هذا يأتي في سياق مؤتمرات السابقة. لكن هذا المؤتمر بعد فترة الربيع العربي وما ترتب عليه من قضايا أزمات في المنطقة، سوريا، اليمن، ليبيا، قضية الهجرة غير المشروعة، المشاكل التي يعاني منها الأوروبيين نتيجة تصدير الإرهاب أو ظهور الإرهاب في دول أوروبية ودول غربية، بلا شك بات يقض مضاجع الأوروبيين، وبدأوا يهتموا أكثر في كيفية بناء علاقات إيجابية مع العالم العربي حيث يتوطن الإرهاب بشكل كبير في الآونة الأخيرة. إذن المؤتمر في حد ذاته صحيح ناقش قضايا سياسية، لكنه لم يضع حلولا جادة لكيفية وعد هذه الظاهرة وبالتالي تقليص الفجوة في التنمية الاقتصادية بين أوروبا وبين العالم العربي. ولكن أنا أعتقد أنه إذا تعود إلى قرارات الأمم المتحدة ولجنة السبعين. ولكن نعم. دكتور مصالحة، لا تعتقد أنه أيضا كرس تفاوتا بالاهتمامات ووجهات النظر بين الجانب الأوروبي ودول عربية أو على الأقل بعض الدول العربية، يعني بعدم الأخذ بعين الاعتبار بالتعديلات التي أرادتها يعني السعودية والبحرين والإمارات فيما يتعلق بالإشارة إلى إيران باعتبارها الطرف غير العربي الذي يؤثر بشؤون العربية؟ الجانب الأوروبي قال غير مهتمين بمناقشة هذا الموضوع أو بتضمينه البيان. يبدو لي أن الأوروبيين أولويتهم الصحيح في كيف تخفيض درجة التوتر الناشئ عن قضايا الإرهاب التي باتت يعني كما ذكرت لك تزعجهم، وليس على أولويتهم قضية إيران ولا سواها. قضية إيران كرست دراستها في مؤتمر وارسو، وبالتالي الأوروبيين يريدوا، لأن هنالك كثير من الأوروبيين الذين انخرطوا في الحركات الإرهابية وربما يتجاوز عددهم 5000. هذه قضية الآن يريد الأوروبيين إيجاد حلها كيف يمكن التصرف مع هؤلاء فيما يتعلق بعودتهم، فيما يتعلق بتوطينهم، فيما يتعلق بإرسالهم إلى غوانتنامو، أو إيجاد حلول لهم التي يتفادوا من خلالها تأثير مثل هذه العودة لهؤلاء الإرهابيين. طبعا يمكن تصريف هؤلاء، ولهذا أعتقد أنه مؤتمر القمة العربي الأوروبي مهم في هذا الجانب. إذا فعلا كرس في ما يتعلق ببناء نموذج لتطوير حقوق الإنسان والتعامل مع المواطنين وحرياتهم وحريات التعبير وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية مهمة جدا. ولكن هل فعلا يعني هذا ما هو يعني تعتقد سيكون سيحصل دكتور المصالحة إن كان يعني مقابل تعاون بعض الدول كمصر وغيرها مثلا فيما يتعلق بضبط الهجرة غير النظامية؟ هل سيكون هناك تغاضي مثلا عكس ما تقول على ملف حقوق الإنسان؟ أيضا فيما يتعلق بالسعودية واليمن سيكتفي البيان بالإشارة بالترحيب إلى اتفاق ستوكهولم، وهو يعني النقطة البديهية ربما، وعدم التطرق فعلا للضغط على السعودية وعلى الإمارات في موضوع اليمن ووقف التأثيرات الإنسانية الكارثية كما تصفها الأمم المتحدة. هو بكل تأكيد يعني عدم تطبيق لائق لحقوق الإنسان في كل الدول العربية ما فيها الدول التي تم ذكرها من خلالك، الصحيح يبدو أن أوروبا تعاني، لأن هنالك كثير من الأفراد العرب من الخليج الذين هاجروا إلى أستراليا وإلى أوروبا أو حتى يعني دول كثيرة، الحقيقة كلها تشكو من سوء المعاملة في السجون وسوء المعاملة ضد النساء. فأنا أعتقد أن الدول العربية أيضا مطالبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالتصرف وفقا لإعلان حقوق الإنسان الصادر في الأربعينات وما يتعلق بتنظيمات وتعليمات المفوضية العامة لحقوق الإنسان في جنيف. أنا أعتقد أن الدول العربية بشكل خاص عليها أن تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا، لأننا في عصر الصحيح لم يعد هنالك يعني مجال لدول متحضرة أن لا تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بطريقة تحترم هذه الحقوق وفقا للشرعة الدولية ووفقا لما جاءت به التعاليم السماوية. شكرا جزيلا لك دكتور. وأنا أعتقد أن حقوق الإنسان يعني مفاهيم الحقيقة أصبحت عامة
صحيح. لجميع هذه الدول. شكرا جزيلا لك دكتور محمد المصالحة، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية. ونتابع بعد الفاصل. في الجزائر تواصل الدعوات لتظاهر رفضا للعهدة الخامسة. أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد يحيى أن مسألة العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ستحسم في صناديق الاقتراع، على الرغم من احتجاج عشرات الآلاف من الجزائريين ضد ترشح بوتفليقة. وفي أول تعقيب رسمي على الاحتجاجات قال يحيى أن من حق أي شخص أن يكون مع أي مرشح أو ضده، مضيفا أن صندوق الانتخابات يبقى هو الفصل بطريقة سلمية ومتحضرة. للمزيد عن تصريحات يحيى والحراك الشعبي أيضا في الجزائر ينضم إلينا من العاصمة الجزائر مراسلنا حسام تكالي. مرحبا بك حسام، هل من أصداء بداية لكلمة يحيى في البرلمان؟ ماذا فهم منها؟ لا سيما وأنه أشار بشكل غير مباشر على التمسك أو التمسك بترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة. نعم جمال، مساء الخير. في الحقيقة كان من المتوقع أن تثير تصريحات الوزير الأول الجزائري أحمد يحيى التي أطلقها اليوم تحت قبة البرلمان أثناء تلاوة بيان السياسة العامة لحكومته، كان متوقعا أن تثير حقيقة الغضب، غضب المعارضة الجزائرية بمختلف مشاربها بسبب تصريحاته التي أطلقها هناك، خاصة عندما حذر من ما سماه الانزلاق. فهي تصريحات وصفت بالإهانة على لسان النائب عن حركة مجتمع السلم المعارضة ناصر حمدادوش، وهي الاستفزاز بالنسبة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعروف اختصارا الRCD، وهي أيضا محاولة مثلما قال حزب العمال للتقليل من شأن هذا الحراك بعدما وضع كما قال حزب العمال النظام في مأزق. فكان متوقع جدا أن تثار هذه ردود الفعل، ليس على المستوى الحزبي فقط، ففي الوقت نفسه الذي كان يحيى يتلو بيان سياسة حكومته كان المحامون قد نظموا أيضا وقفة احتجاجية على بعد أمتار فقط من مقر البرلمان، وطالبوا بتطبيق الدستور وبتطبيق القانون. بالفعل مظاهرات لا تزال مستمرة أيضا حسام، ودعوات لتظاهرات جديدة لا سيما في صفوف طلبة الجامعات. هل الشارع في طريقه لتكثيف الضغط والتمسك بمطالبه الرافضة للعهدة الخامسة؟ نعم بالتأكيد جمال، الطلبة هم شريحة من بين الشرائح التي أعلنت أنها ستنظم وقفات احتجاجية على مستوى الولايات الجزائر 48. أيضا الصحفيون قرروا أيضا الخروج يوم الخميس المقبل أمام ساحة الحرية والوقوف والاعتصام ضد هذا القرار، قرار الترشح للولاية الخامسة. كما من المتوقع أيضا وبحسب الدعوات التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن المتوقع أيضا أن تكون هنالك مسيرة كبرى ربما مشابهة لمسيرة 22 من فبراير، وربما تكون أكبر، ستجمع مختلف الشرائح، مختلف الفعاليات يعني على مستوى أيضا الولايات الجزائرية رفضا لهذه الولاية الخامسة. شكرا لك حسام تكالي مراسل تلفزيون العربي من الجزائر. ونلفت عناية مشاهدينا بأننا سنتطرق بتفاصيل أوفى عن كلمة يحيى في البرلمان وأيضا الحراك الشعبي اليوم في الجزائر في برنامج للخبر بقية على رأس الساعة.
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده ستحاكم 13 مواطنا فرنسيا ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. الرئيس العراقي أكد خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون في العاصمة باريس أنه ستتم مقاضاة المقاتلين الذين سلمتهم إلى بغداد قوات سوريا الديمقراطية بموجب أحكام القانون العراقي. توجه هذه الشاحنة المحملة بمقاتلي تنظيم الدولة إلى الحدود العراقية. دفعة ثانية قوامها 280 من مقاتلي التنظيم المتطرف تسلمتهم الأجهزة الأمنية العراقية من قوات سوريا الديمقراطية التي دخلت الباغوز آخر معاقل التنظيم في شرق الفرات. الحكومة العراقية تقول إنها تسلمت هؤلاء المقاتلين وتنتظر المزيد بعد صدور مذكرات اعتقال بحقهم، إذ يعتقد أن من بينهم رجال الخط الأول للتنظيم. تحدثت يعني قوات قسد السورية بأننا لا نستطيع أن نوفر الأمان بشكل كبير لعشرات العوائل، عوائل تنظيم داعش وأطفال داعش ومقاتلي داعش، خصوصا في إطار هذا الجيب، لأنهم قد نتعرض إلى أي عملية مباغتة من بعض عصابات تنظيم داعش، وبالتأكيد يؤدي إلى تحولهم إلى قنبلة موقوتة. على هذا الشريط الحدودي الذي يفصل العراق عن جارته سوريا تنتشر وحدات الجيش العراقي مدججة بالعدة والعدد والأصابع على الزناد. الجيش العراقي إن شاء الله متواجدين على الشريط الحدودي العراقي السوري، وإن شاء الله بدأت العمليات على ضد الإرهاب بسوريا بالمنطقة الباغوز، وإحنا إن شاء الله إحنا مسيطرين وإن شاء الله بالمرصاد. إحنا حاليا هسا على الأراضي العراقية باتجاه سوريا، لازمين الساتر الحدودي لمنع تسلل داعش إلى العراق. لكن واقع المحافظات العراقية المحررة من تنظيم الدولة يشهد توترا أمنيا ملحوظا بين الحين والآخر في مدنها وبلداتها المترامية الأطراف. تصاعد ملحوظ في هجمات خلايا التنظيم النائمة تزيد من تساؤلات الشارع هنا في بغداد عن مدى قدرة الأجهزة الأمنية والاستخبارية على الحفاظ على استتباب الأمن في مدن البلاد وإمكانية الحفاظ بالمعتقلين الخطيرين في السجون العراقية. حذر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي في آخر تصريحاته لوسائل الإعلام من ظهور ما أطلق عليه تسمية الجيل الثالث للإرهاب بعد تنظيم الدولة والقاعدة، تحذيرات لها من المسوغات الكثير، لا سيما وأن خبراء الأمن يحذرون أيضا من وجود حواضن جاهزة في المناطق الرخوة لبعض المدن للجماعة المسلحة. شفيق عبد الجبار، التلفزيون العربي، بغداد. وينضم إلينا من بغداد محمود الهاشمي عضو المركز الوطني للإعلام. أهلا بك سيد الهاشمي. يعني طبعا من الدفعة الأولى التي تسلمتها السلطات العراقية موجود مقاتلين يعني هم عراقيين عرب من جنسيات لم تحدد، ولكن أيضا هناك 13 فرنسيا والرئيس العراقي يعني موجود في فرنسا لمناقشة هذا الموضوع. قبل أن أتحدث عن المقاتلين الفرنسيين، ماذا عن مصير المقاتلين العراقيين؟ هل ستتخذ الإجراءات القانونية الطبيعية معهم أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم. أهلا سيدتي. كل الأسماء التي وردت أو الذين دخلوا والذين لم يدخلوا حتى هذه اللحظة من داخل الأراضي السورية وردت أسماءهم إلى أجهزة المخابرات العراقية وتم تطبيقها، هل هم عراقيون، ما هي الجرائم التي ارتكبوها، هل سابقا صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. وفقا لهذه المعلومات والبيانات تمت الموافقة على الأسماء، يعني الموافقة ليس عشوائية أنهم دفعوا بالأعداد عشوائيا إلى الحدود العراقية، إنما وردوا أولا ورد العراقيون الذين هم لديهم فعلا حقا جرائم قد ارتكبوها
بالتنظيمات وعليهم عملية إلقاء قبض، ولذلك كانت القضية أسهل بكثير مما أن يدخلوا عشوائيا، وأنا مع هذا الرأي الذي قد طيب يكون ولكن باعتبارها يعني ماذا عن الإجراءات القانونية؟ العراق أولى بهم. هل ستكون إجراءات قانونية بالمسار القضائي الطبيعي أم سيكون إجراء انتقامي أو يعني له أبعاد أخرى تحت غطاء قانوني؟ يعني هؤلاء ليسوا أول إرهابيين نلقي القبض عليهم، العراقيون ألقوا القبض وجهازتنا الأمنية على أعداد كبيرة، ولا يكاد أن يمر يوم أو خلال أسبوع أكثر من شخص ربما من قيادات التنظيم نلقي القبض عليه، وهنالك آليات دقيقة قضائية، ربما البعض منهم قد أطال المكوث في المعتقلات العراقية أكثر من غيرهم حتى تتوفر عليه كافة البيانات، ولدينا سجون مفتوحة لي ومعتقلات لزيارات أيضا منظمات المجتمع المدني، ليس هناك عملية ثأر أو غير ثأر، احنا نستفيد من هؤلاء عندما وردوا إلى العراق، لديهم بيانات دقيقة، لديهم معلومات دقيقة سيوفون بها أيضا عن الآخرين ربما في مناطق أخرى. طيب سيد الهاشمي، وحتى عن الذين هم في الداخل ربما هناك. ماذا عن المقاتلين الفرنسيين؟ يعني فرنسا طبعا مسرورة بهذا الاتفاق مع الجانب العراقي بأن يحاكموا ويبقوا في السجون العراقية لأنها لا تريد عودتهم، ولكن يعني ماذا يحصل العراق مقابل هذا؟ يعني هذه القضية أنا غير سعيد بها، لكننا قد أكرهنا عليها باعتبار ليس لدينا من خيار، إما أن ينطلق هؤلاء ويحدثوا لنا مشاكل أمنية، خاصة أن الوضع في سوريا غير مستقر، الوضع على حدودنا أيضا غير مستقر، وممكن أن تستغلهم أي جهة يعني في هذا المجال. كنا نتمنى أن يحاكموا في بلدهم وفقا للقوانين العامة، أو أن على الأقل تستلمهم الحكومة السورية وهي تتولى الأمر باعتبار الموضوع تم على الأراضي السورية. لماذا برأيك يعني من وجهة نظرك ما هي تبعات بقائهم في العراق سواء بالمحاكمة أو حتى لاحقا بالبقاء في السجون؟ هذه المسألة طبعا ربما سوف يحجزون بشكل خاص ويتم محاكمتهم بشكل قانوني وتتخذ بهم الإجراءات القانونية، ثم بعد ذلك يتم التفاهم مع الحكومة السورية. يعني لا يمكن أن يبقوا في العراق، أو إذا وافقوا يعني وافقت حتى الحكومة السورية أن تكون محاكمة عراقية، إذن هم قاموا بجرائم داخل العراق، إذا ما قاموا بهذه الجرائم داخل العراق إذن يحاكمهم العراق وتجرى عليهم القوانين العراقية، وقد يساقون للإعدام أو أي إجراء آخر من شأن مناسب لحجم الجريمة التي ارتكبوها، كما أنهم سينفعون بمعلومات دقيقة أيضا لأن هؤلاء جاءوا من دول أجنبية، كيف يتم تعبئتهم، كيف يتم إرسالهم، عن أي طريق دخلوا، أيضا توفر لنا معلومات كافية في هذا المجال. نعم. طيب سيد الهاشمي، أعود إلى السؤال الذي طرحته عليك، وهو في يعني مقابل ماذا قبلت السلطات العراقية بهذا الإجراء الذي تقول أكرهنا عليه؟ يعني لماذا قبلت بأن تحمل هذا العبء؟ هذا العبء يا سيدتي بما أن الحكومة السورية متفهمة للموضوع، يعني أن الحكومة السورية كل الذي طلبته كأنما يحجزون إلى حين، وكذلك العراق مرغم على هذا الموضوع، إذا لم نحن نعيدهم إلى أرضها إلى أين سيذهبون؟ بالنسبة للرئيس الأمريكي قال سوف نطلق سراحهم يعني أحرارا، وهؤلاء سيعودون بمشاكل، أو أن نرغمهم بالذهاب عن أي طريق يذهبون، الحكومة السورية رفضتهم. نحن في منطقة خطيرة جدا، إذا عادوا إلى الأعمال الإرهابية وتم التنسيق معهم ولم يجدوا أنفسهم إلا أن ينتحروا بأحد فصائلنا يعني قواتنا المسلحة، أو أنهم يعودوا إلى أعمالهم، أن نمسك بهم الآن وأن نتفاهم، خاصة أن الحكومة السورية الفرنسية موافقة على هذا التفاهم، هذا أقرب لنا من أي إجراء آخر قد يسبب لنا مشاكل مستقبلية. شكرا جزيلا لك محمود الهاشمي، عضو المركز الوطني للإعلام. العرب اليوم متواصل مشاهدينا وتتابعون فيه بعد الفاصل. بريطانيا تنوي إدراج الجناح السياسي لحزب الله على قوائم المنظمات الإرهابية.
انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من الحوار بين حركة طالبان ومسؤولين أمريكيين التي يتوقع خلالها التطرق إلى آلية خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. كما تتناول المحادثات عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى ووقف إطلاق النار والحوار المباشر بين كابول والطالبان. ونتابع هذا الموضوع مع ضيفنا من كابول عبد الجبار بهير مدير عام المركز الأفغاني للإعلام والدراسات. أهلا بك. يعني بداية أريد أن أسأل عن التركيز الكبير الذي أعطي لدور الملا برادار في هذه المحادثات. لو يعني تخبرنا أكثر عن قدرة الملا برادار بأن ينجز الاتفاق الذي الكل ينتظره بين حركة طالبان وواشنطن. نعم، الملا برادر هو أحد، يعتبر أحد قيادات حركة طالبان من ناحية، ومن ناحية أخرى ويعتبر ملا برادر أحد مؤسسي حركة طالبان. فهو تولى عدة مناصب في حركة طالبان سواء على صعيد السياسي أو العسكري، وقوله في التاريخ السابق لحركة طالبان كان قولا فاصلا في اتخاذ التصاميم واتخاذ الإجراءات تجاه سياسة حركة طالبان سواء سياسة داخلية أو سياسة خارجية. فحضور حركة، حضور الملا برادر على رأس الوفد المفاوض وتعيينه على مرتبة نائب زعيم حركة طالبان للشؤون السياسية ورئيس مكتب السياسي لحركة طالبان، وحضوره ولأول مرة خارج أفغانستان وهو يحضر العاصمة القطرية الدوحة وينضم إلى الوفد المفاوض لحركة طالبان، فكل هذه يؤدي إلى أن يكون هناك دورا أساسيا، وكأن حركة طالبان أرادت أو أنها جادة في اتخاذ ما هو اللازم نتيجة للتفاوض بين المفاوض الطالباني والمفاوض. ملا برادر يعني هو لديه دور وقدرة فعليا على تطبيق القرار السياسي إذا ما تم التوصل إليه بالاتفاق نتيجة هذه المحادثات على تطبيقه عمليا على الأرض، ولكن بالنظر إلى الجولات السابقة والذي يفترض أنه تم التوصل إليها إلى اتفاق أو إطار أولي فيما يتعلق وضع انسحاب القوات الأجنبية أو القوات الأمريكية تحديدا من أفغانستان مقابل عدم اتخاذ أفغانستان منصة أو انطلاقة لتوجيه هجمات إرهابية على الولايات المتحدة تحديدا، هل نحن في موقع متقدم من هذا الاتفاق الأولي؟ التفاوضات السابقة وهذه هي جولة الخامسة للتفاوض العلني، وهناك كان لقاءات سرية بين حركة طالبان أو بين قيادات في حركة طالبان وبين الأمريكان منذ سنوات، لكن بشكل الجاد أو بشكل المعلن في الإعلام ولدى الجميع هذه هي جولة الخامسة. وفيما يبدو أن هناك مصادر في حركة طالبان أكدت أن الموضوعين اتفق عليهما الجانبين، وهو التحديد الزمني للانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وفي المقابل إعطاء الضمانات من قبل حركة طالبان إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يكون أفغانستان خطرا في المستقبل على المصالح الأمريكية. فأجندة هذه الجولة التي بدأت اليوم وهي كانت أولى أيام الجولة كانت جلستهم جلسة تعارف ولم تكن هناك بحث الأجندة، ولعل يكون يوم غد ويطول إلى يوم الخميس على حسب ما أكد لنا المصادر في حركة طالبان وفي المكتب السياسي. فكان هذه هي أهم المواضيع التي سوف تناقش فيه ويتخذ تجاهها قرارا سواء من جانب الأمريكي أو من جانب الطالباني أو حركة طالبان. وهناك مواضيع لعلها يكون ضمن مناقشة بعض المواضيع، منها وقف إطلاق النار والاعتراف بالمكتب السياسي لحركة طالبان وقوائم مستودعه وما إلى ذلك. ولكن كل يعني هذه لعلها تكون خلال، ولكن هناك تناقضات يعني وسط هذه الإيجابية التي تتحدث عنها، هناك في المقابل المتحدث باسم حركة طالبان يتحدث عن أنه ما يريدونه هو انسحاب القوات الأمريكية ولكن أيضا إقامة نظام إسلامي كما تراه الحركة، وإن لم يقبل الأطراف الأفغانية بهذا الموضوع سلميا فعندها ربما تكون هناك نزاعات وحروب، يعني هذا ما يفهم من هذا الكلام، كيف ترى هذا التناقض؟
فيما يبدو أن هناك مواقف سياسية وليس اختلاف بين الأفغان كأفغان، سواء الحركة أو الحكومة الأفغانية، هناك اختلاف نعم بين حركة طالبان أنها لا تعترف بشرعية حكومة الأفغانية في أفغانستان، وأن الحكومة الأفغانية تصر دائما على أن المفاوضات لابد أن تكون تحت سيادة الحكومة الأفغانية. لكن كأفغان نحن رأينا في الاجتماع الموسكو العام الماضي، الشهر الماضي، كان هناك حضور كبير مكثف لقيادات السياسية والأحزاب السياسية ومختلف الفصائل في اجتماع موسكو. كان هناك بيان ختامي لاجتماع موسكو على أنهم متفقين على معظم قضايا أو الأفكار التي تطرح في مجال التفاوض أو مجال انضمام حركة طالبان إلى ساحة السياسية، لكن هناك مواضع مختلفة لابد أن تناقش. فاختلاف بين حركة طالبان والأفغان لا يعني أنها اختلاف كبير، والشعب الأفغاني يأمل في أن يكون هناك نتائج ملموسة في هذه الجولة، ولعل الفصائل الأفغانية سوف تكون هناك اجتماعات أخرى بين حركة طالبان وبين الفصائل الأفغانية كتفاوض لإيجاد سياسي لمستقبل أفغانستان، سواء الحكومة أو المشاركة. وضحت هذه النقطة، شكرا جزيلا لك عبد الجبار بهير، مدير عام المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، كنت معنا من كابول. أعلنت بريطانيا عزمها على حظر حزب الله اللبناني وإضافته بالكامل بما في ذلك جناحها السياسي إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة. وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن جماعة حزب الله مستمرة في محاولتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط على حد تعبيره. جناح حزب الله السياسي بات على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في بريطانيا، هذا ما أعلنه وزير الداخلية البريطاني ساجيد جاويد، مبررا ذلك بما وصفه باستمرار محاولات حزب الله لتقويض الوضع الهش في الشرق الأوسط، ما يحول دون إمكانية التفريق بين جناحه العسكري المحظور سابقا والحزب السياسي. قرار الحكومة البريطانية الذي سيصبح ساريا منذ يوم الجمعة القادم لم يعلق عليه الحزب اللبناني بعد، إلا أنه قد ينعكس سلبا على عمل الحكومة الجديدة التي يشارك فيها حزب الله، مشاركة كانت قد أثارت قلق الولايات المتحدة الأمريكية إزاء تزايد نفوذ حزب الله في القرار السياسي اللبناني، تصريحات اعتبرها الحزب انتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية. هذا مماشاة ومجارات وراء الموقف الأمريكي الذي سبق كل المواقف الدولية وتحديدا الأوروبية بتصنيف حزب الله في القائمة السوداء. أظن في الفترة المقبلة لابد أن يوضح البريطانيون خلفية هذا القرار، الاتجاه السياسي لهذا القرار، وأظن بأن حزب الله سوف يتعاطى مع الأمر بعقل بارد، قد يصدر بيانا، نحن الآن ربما على إصدار بيان يشجب ذلك، ولكن بصورة عامة لا أظن بأن الموقف البريطاني يمكن أن ينسحب على كل الموقف الأوروبي. إسرائيل رحبت بالقرار البريطاني داعية الاتحاد الأوروبي إلى أن يحذو حذوها، إلا أن الرد كان عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أنه لا يمكن لأي دولة أن تضع حزبا لبنانيا ممثلا في الحكومة على قائمة الإرهاب. قرار بريطاني سيحدث جلبة في الداخل اللبناني بلا شك، ويهز الحكومة التي تسير في حقل ألغام بين الضغوط الغربية وتطلعات الشعب والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي ومقررات مؤتمر سادر لدعم الاقتصاد اللبناني. ميثم قصير، التلفزيون العربي، بيروت. المزيد من التفاصيل معنا من أمام البرلمان البريطاني موفدنا صابر أيوب. صابر، نقف معك على مزيد من التفاصيل حول مشروع هذا القرار، ولماذا أدرج على عجل على جدول أعمال البرلمان في حين أن مشروع القانون ليس جديدا، هو يعود ربما إلى عهد بوريس جونسون وزير الخارجية السابق. نعم، بكل تأكيد هذه هي الصورة، هذا الجدل بين ما هو بين حظر الأنشطة السياسية لحزب الله باعتبار أنه الأنشطة العسكرية والجناح العسكري لحزب الله محظور بريطانيا أو على القائمة الإرهاب البريطانية منذ 2008، لكن الجدل حول ما إذا كان يمتد هذا القرار لبقية الفروع أو مشروع القرار لبقية الفروع، فكان فيه أخذ ورد بين الخارجية البريطانية وبين وزارة الداخلية التي كانت دائما تريد
ربما إكمال الصورة بشكل كامل ليكون حزب الله في القائمة السوداء سواء بفروعه السياسية أو العسكرية. وزارة الخارجية البريطانية درجت على رفض هكذا مقترحات باعتبار أن الصورة كانت واضحة فيما يبدو في وقت ويليام هيغ وزير الخارجية وأيضا بوريس جونسون، لكنها لم تعد في وقت أو في زمن سادت جاويد وزير الداخلية البريطاني الذي لديه طموحات كبيرة حتى في خلافة تيريزا ماي. في مؤتمر المحافظين السابق في أفريل في الخريف الماضي كان قد تطرق ساجد جاويد تطرق إلى هذه النقطة في خطابه أمام المؤتمرين حول إمكانية أن تمتد الحظر أيضا إلى الأنشطة السياسية لحزب الله، لكن هذا التوقيت بالذات في هذا التوقيت بالذات يتزامن مع ظروف دولية أيضا، تغيرت ظروف دولية، مخرجات مؤتمر وارسو قبل أيام، التجديد الأمريكي حول إيران وكل ما لديه علاقة بإيران حزب الله وغيرها من الجماعات الأخرى، هذا جعل بريطانيا ربما تعجل أو تطرح هذا القرار الذي سيصبح أو مشروع القرار الذي سيصبح إن صادق عليه البرلمان ساريا المفعول من يوم الجمعة وتنزل بموجبه عقوبات على كل من يدخل إلى هذا الحزب. نعم، تغيرات أيضا في الداخل اللبناني صابر، حزب الله هو جزء من الحكومة اللبنانية اليوم، هل أي تداعيات لهذا القانون إن تم إقراره طبعا على العلاقات بين بريطانيا ولبنان، كيف ستتعامل بريطانيا مع ذلك؟ نعم، قبل أن نذهب إلى التداعيات يجب أن نشير إلى نقطة مهمة هنا، وهو أن هذا القرار سيكون بكل تأكيد سيمر في البرلمان، خاصة وأن جيريمي كوربن، كتلة جيريمي كوربن حزب العمال أمام امتحان صعب. هذا الامتحان قسم الحزب في الحقيقة، نقاش معاداة السامية هنا في بريطانيا والامتعاض الكبير من الجاليات أو المقربين من إسرائيل، عادة ما تصنف أو تمتعض من هذا الحزب من مسيرته هنا في بريطانيا حول القدس، المسيرة العالمية وغيرها من مختلف الأنشطة، من علمه الذي أيضا فيه بندقية ويعتبر تهديد لإسرائيل، كل هذا قسم النقاش السامي، قسم حزب العمال، والأكيد أنه كتلة كبيرة من حزب العمال ستصوت لصالح هذا المشروع، هذا القرار من أجل حظر الأجنحة السياسية لحزب الله اللبناني. أما في كيفية التعامل فجيريمي هانت رحب لأول مرة تكون الداخلية مع الخارجية البريطانية على خط واحد في عدم وجود رؤية تفصل بين ما هو سياسي وبين ما هو عسكري في التعامل مع حزب الله. جيريمي هانت عبر عن هذا بشكل بوضوح، تماشى مع وزير الداخلية وقال أن الصورة لم تعد واضحة بالنسبة لبريطانيا في كيفية التعامل مع هذا الحزب سياسيا، لكنه أشار إلى أن بريطانيا ستواصل التعامل مع لبنان كدولة، مع لبنان كشعب أيضا، وهنا إشارة واضحة إلى أن وزراء حزب الله وهم فقط ثلاثة في الحكومة اللبنانية، لكن في انتخابات لاحقة ربما يكون عددهم أكثر، لكنه كان واضحا من أن بريطانيا ستتعامل مع لبنان كحكومة حتى وإن كان وزراء ينتمون إلى حزب الله اللبناني، فستتعامل معهم بريطانيا كحكومة لبنانية. وهنا يأتي الموقف الفرنسي الذي كان أكثر ربما تقليديا، فرنسا هي الأقرب من لبنان وهي أكثر تفهم للمحاصصة والواقع السياسي في لبنان. نعم، من أمام البرلمان البريطاني في ويستمنستر موفدنا صابر أيوب، شكرا لك. ونعود إلى الخبر الذي أوردناه في سياق العربي اليوم فيما يتعلق بزيارة بشار الأسد إلى طهران. معنا من طهران من العاصمة الإيرانية مراسلنا حازم كلاس. حازم، يعني أريد أن أبدأ معك بتوقيت هذه الزيارة الأولى لبشار الأسد إلى طهران منذ يعني عام 2011، المعلومات الأولية حسب يعني وكالة الرسمية للنظام السوري وحتى الوكالات الإيرانية بأنه التقى روحاني وبأنه التقى خامنئي، ماذا لديك أكثر؟ يمكن القول أن يعني هذه الزيارة ربما لطالما انتظرتها طهران منذ عام 2013. الرئيس بشار الأسد التقى المرشد الإيراني بحسب بيان صدر عن مكتب المرشد الإيراني صباح هذا اليوم، ولاحقا التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني. بحسب الصور الواردة من
مكتب المرشد الإيراني، كان لافتا غياب الرئيس الإيراني عن الجلسة، وعادة ما يتواجد الرئيس الإيراني عندما يكون نظيره الأجنبي موجود في اللقاءات مع المرشد الإيراني، وهذا إن دل على شيء ربما يدل على التكتم الذي حرصت عليه طهران خلال زيارة بشار الأسد إليها هذا اليوم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان لافتا أيضا حضور اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلال اللقاء مع المرشد الإيراني، ومقاطع فيديو بثها مكتب المرشد أظهرت الرئيس بشار الأسد وهو يتحدث إلى المرشد ويشير إلى اللواء قاسم سليماني، ولكن هذه المقاطع كانت دون صوت بطبيعة الحال. اللقاء كان ركز مع اللقاء بين بشار الأسد والمرشد علي خامنئي على نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى هي ضرورة استمرار هذا التحالف القائم بين دمشق وطهران كما قال المرشد الإيراني في إطار محور المقاومة، ووصف البلدين بأنهما عمق استراتيجي متبادل لبعضهما البعض. وكان لافتا أن يصف المرشد الإيراني بشار الأسد بأنه بطل العالم العربي وبطل جبهة المقاومة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أمريكا لم تغب نهائيا عن الحديث بين المرشد الإيراني وبشار الأسد. أشار المرشد الإيراني إلى أن أمريكا هزمت في سوريا بالفعل، ولكن حذر من مخططات قادمة تخطط لها أمريكا بحسب المرشد الإيراني، وأشار إلى خطتين كما قال. المسألة الأولى هي المنطقة العازلة أو المنطقة الآمنة، والنقطة الثانية هي سعي القوات الأمريكية لتمركز طيب حازم على بقدر ما هذه الدلالات السورية، وربما يقصد منطقة التنف، بقدر ما دلالات تشير يعني إلى رسائل توجه إلى الولايات المتحدة، أيضا ألا يقرأ بهذه الزيارة وب يعني التفاصيل التي أوردتها رسالة إلى موسكو أيضا؟ بطبيعة الحال يعني كما قلت في البداية، هذه الزيارة لطالما انتظرتها طهران، ولكن لا أعتقد أن هذا سيؤثر على العلاقة مع موسكو التي زارها الرئيس بشار الأسد بطبيعة الحال، وبوتين أيضا زار سوريا والتقى ببشار الأسد، وكانت اللقاءات متكررة بين بوتين وبشار الأسد، ولكن هذه المرحلة تحديدا ربما وتعتقد طهران أن يعني المعركة العسكرية شارفت على الانتهاء أو قاب قوسين أو أدنى من أن تنتهي، هي تؤكد على أنه لم يتبقى ربما إلا مناطق شرق الفرات ومحافظة إدلب، وتؤكد على ضرورة التنسيق في هذا الإطار من أجل استرجاع هذه الأراضي. ولكن هذه الزيارة لا أعتقد أنها ستبعث برسالة سلبية إلى موسكو، ولو أن دمشق تؤكد من خلال هذه الزيارة على عمق ارتباطها مع الحكومة في طهران والنظام الإيراني بطبيعة الحال، وعلى المرحلة المقبلة التي هي مرحلة إعادة الإعمار ربما، وهي ما لم تغب عن الحديث وشكلت المحور الرئيس ربما في اللقاء الذي وهذا ما ذكرته بعض الوكالات وكالات الأنباء الإيرانية أيضا. شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسلنا من طهران. أيضا أود أن أشير إلى ما نقرأه في أسفل الشاشة وهو ما أوردته وكالة الأنباء السورية، بأن روحاني أطلع الرئيس السوري على رئيس بشار الأسد رئيس النظام السوري على قمة سوتشي الأخيرة التي جمعت الدول الثلاث الضامنة لإطار أستانا. إلى العراق الآن، حيث يتكون الحشد الشعبي من نحو 50 فصيلا ويضم أكثر من 110,000 مقاتل حسب البرلمان العراقي. غير أن الخلافات داخل الحشد الشعبي بدأت تظهر مؤخرا للعلن، حيث تصاعدت حدة المنافسة داخليا فيما سعت شخصيات نافذة داخله إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة.
قد تكون هذه الراية هي ما يوحد فصائل الحشد الشعبي كمؤسسة عسكرية، لكن المظهر يختلف عن الجوهر، فالحشد رغم قيادته الموحدة ينقسم إلى ثلاث فئات تتشابه في الانتماء المذهبي وعقيدة حمل السلاح، وتختلف في المرجعية الدينية. الثلث الأول يتألف من فرقة الإمام علي وفرقة العباس القتالية ولواء علي الأكبر، وهي تتضمن متطوعين من النجف وكربلاء يوالون المرجع الأعلى للطائفة الشيعية السيد علي السيستاني. الحشد الشعبي أثبت الجدارة واستطاع أن ينجح في مهماته، واستطاع أن يرفع رأس الإسلام والمسلمين، مو بس رأس المرجعية. راية بيضاء تتوسطها حمامة تميز سرايا السلام. الثلث الثاني يعملون تحت عنوان الحشد الدفاعي، هنا تتقدم الطاعة على أي شيء آخر يلتزم بها عشرات الآلاف. طاعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مهمتها تأمين مدينة سامراء حيث مقام الإمامين العسكريين، لكنها تدار من حي الحنانة في النجف. طبعا سرايا السلام هي من أكبر القوى التي كان لها دور متميز في محاربة الإرهاب والقضاء على داعش، قبلها في مقاتلة القاعدة، كان لها دور متميز في حفظ الأمن والاستقرار في سامراء وكذلك في مناطق أخرى، جرف الصخر وأمرلي ومعارك كثيرة. لذلك فصيل سرايا السلام هو فصيل منضبط ولديه مقبولية لدى الجانب السني وخصوصا في سامراء وكذلك في المناطق الأخرى. الزي العسكري ذاته لكن بأعلام متفرقة ولافتات تشير إلى أسماء فصائل أخرى عددها 48 فصيلا يتجاوز عملها الملف العسكري إلى الأمن، تمثل الحشد الولائي. الثلث الثالث لكنها في الجانب المذهبي توالي المرشد الإيراني علي خامنئي تحت مظلة ولاية الفقيه. اليوم لدينا أكثر من 25 إلى 30 لواء من ألوية الحشد الشعبي، وفي طور أيضا في طور تنظيم هذه الصفوف وتقسيمها ضمن محاور. اليوم بدأنا بعملية التدريب كل الألوية. اليوم أطلقت الهيئة الحملة الكبيرة لتدريب المقاتلين لجعل مقاتلي الحشد الشعبي على أتم الجهوزية. الرأي العام في النجف يعرف قوة ونفوذ كل فصيل بحسب أعداد المقاتلين وتصنيف أسلحتهم. ضرورة الحرب ضد تنظيم داعش جمعت هذه الفصائل، لكن حينما انتهت الحرب اختارت الفصائل مقرات منفصلة دون أن تقبل شراكة أخرى. الانتماء العقائدي يشكل علامة فارقة داخل هيئة الحشد الشعبي، يمكن على أساسه تصنيف الفصائل التي توالي مرجعية النجف عن تلك التي توالي مرجعية قم، وهذه الأخيرة تتهم هنا بالسعي لزعامة الطائفة الشيعية عبر محاولاتها لإخضاع أو على الأقل إضعاف مرجعية النجف. طارق ماهر، التلفزيون العربي، النجف. العربي اليوم انتهى، تتابعون الآن للخبر.